وده لسه جاري لنا جاري جاري استلام الرسالة ده بكون الرسالة حصلته عرف طبعا البرعي ما بينفع ما بينفع انت كباش برضو ما بينفع صاحب ديما ما بينفع هنا المحل ده بنقول لك امسك في الله وفك الشيوخ طوالي بس ما عندنا حاجة تانية اجيت قلت لك ناديني انا اقول يا فلان قلت لك ناديني قلت لك نادي شيخنا فلان قلت لك لا قلت لك اسال الله انت زعلان مالك ليه يعني انا عارف ده موضوع تاني ذات ليه بس زعلان وكنت اقول لك اسال الله وخلي الشيخ شيخك ده احسن من الله لولا نبست الاولياء يلو يخشمك شيخك ده احسن من الله امسك في الله وخلي الشيخ برعي مش بتحب البرعي هاي برعي لبن برعي زبادي كابو في جريم رمات هاي البرعي ده ما تناديه نادي الله خلق البرعي وقتل البرعي زعلان ليه يعني انا داير اعرف الناس انت زعلان ليه ما تنادي البرعي ما نادي البرعي هاي ما تنادي البرعي نادي الله الله قال لك ناديني انا وقال ربكم وانت لاسي ربكم ما عارفه ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والله قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا انت نسأل الله براو أنادي الله براو عقدتك دي خليها في الله خليها شيخ الله من ده ما كان عقدته في المكاشفي لا المكاشفي نفعه لا برعي نفعه أبونا الشيخ ماشين بنفسه ماشين بجاهه ما عرف الشيخ نفس لستقو طرشك انت المهم يتورط في الورطة بتاعته دي ولسه نحن يا شيخ اللمين سيك سيك معلق فيك والله جل ما بنخليك لصقة نحن امسخ من موية الترمس زي ما قال شيخنا شهاب والله جل وقاليك من الصابون ما بنخليك كله كله مرقوك في الامارات من تابعك جابوك دبي ما بنخليك جيت السودان هذا الرجم الله خلق انت والله جل يا شيخ اللمين ما بنخليك كله كله وراك وراك والله جل الا التوب حل واحد بس يا صوفية دارين توقفوا المشاكل والكلام زي ما بقولوا جبهجية تقارب الجماعات الإسلامية هاي الصوفية يتوبوا من الشرك بعدك بنتفق معهم ما تابوا من الشرك ما في اتفاق مع الصوفية عشان ما يجينا كوز مرض يقول لكم توحد الصف ما في صف صف يتوحد بالعقيدة دي أبدا البرعي يفك البرعي كباشي يفك الكباشي العطالة البجاي ديل البهينة ديل يفكوا الختم وكلنا نعبد الله عز وجل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون والحلقة دي متواصلة كل اثنين وخميس في المكان ده جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله